السلام عليكم أصدقائي. اليوم هذا الفيديو بالتعاون مع قناة الطبخ بطرق سهلة، مسويت لكم عجينة الجوكر للمعجنات والفطائر التركية. هاي هي قناتها، أتمنى تشتركون وياها، وشكرا جزيلا. السلام عليكم أصدقائي، شلونكم؟ إن شاء الله يا ربي كلكم زينين. هاليوم راح نسوي كبة لبنية، هذه اللي دا تشوفوها أمامكم. تعالوا وياي حتى تشوفون المواد المطلوبة وطريقة العمل. وصفتنا لهذا اليوم الكبة اللبنية، أحتاج لها الكبة اللبنية تحب الجريش أكثر من البرغل. عندي هنا كوبين من الجريش ونص كوب من البرغل، هسه أغسلهم وأصفيهم. احتاج لها هنا النعناع المجفف، او يسموه السطر، يسموه يعني بالشمال. عندي هنا طحين احتاج للخلطة، راح اخلطه مع اللبن. وعندي بياض بيضة واحدة. اول شي راح اغسل البرغل واصفيه وارجع لكم. طبعا عندي هنا حبية، نص كوب حبية خليته نقعته شوية، وبعدين خليته دا ينضج على نار هادئة. هنا عندي القيمة بدون بصل، قليتها ضفت لها شوية زبد، لأنه احنا ما عندنا دهن حر، هو يخلولها دهن حر بالشمال وبالموصل، فما عندنا دهن حر، فخليت لها زبد. عندي هنا النعناع المجفف، راح اضيف لها نعناع مجفف، هو بس لحم ودهن حر ونعناع مجفف بدون بصل. هكذا اقلبها واخليها يعني تختلط كل هاي المواد مع بعض. بعد ما غسلت البرغل والجريش وعصرتهم خليتهم يرتاحون شوية، هسه راح ابدي احضر اللبن اللي اريده. اول شي راح احتاج طحين، اخلي شوية طحين، عندي تقريبا ملعقة طعام طحين، هاي صارت هواية، ملعقة طعام طحين كافية. اضيف له شوية مي واخلطه. بعدين اضيف له بياض البيضة واستمر بالخفق. بعدين راح اضيف اللبن اللي عندي، هاي تقريبا كيلو هذا السطل مع اللبن، راح اضيف 3/4 حسب المرق، يعني كمية المرق اللي تريدون تسوون تخلون اللبن، اذا كان قدر كبير تخلون اكثر، اذا قدر صغير اقل. ازيد ماي واظل اخف. هكذا خفقته كله. هسه راح اضيف هذا اللبن فوق، عندي هنا مثل ما تشوفون المي والحبيه تقريبا يعني نضجوا، ازيد الحراره. افرغ اللبن اللي عندي بالقدر، واحركه رأسا، ما اتركه. طبعا ما اتركها، كل شوية احرك بها ما اتركها. هسه راح ابدي احضر الكبة. هسه راح ابدي، حضرت هنا عجين الكبة، هسه راح ابدي اكتل بها، والقيمة جاهزة. هسه ابدي اكتل بالكبة، نقع ايدي شوية بالماء، طبعا عجنتها بالعجانة او بست البيت، عجينة كلش ناعسة طلعت.
احشيها من هذا اللحم اللي سويته. احاول اغلقها. هكذا خليها بالصينية واستمر ايدي بالمرق ايضا ما اتركه بدأ يغلي. اذا اكو زايد عجين اقل اقصه واثبته معاه هذا الشكل. اكمل الكوبة وارجع لكم. هسه بعد ما فارت عندي المرقة طبعا بهذا الشكل كله صارت دتفور المرقة وكملت الكوبة. هسه راح ابدي اخلي الكوبة بالمرقة واتركها الى ان ما تنضج. احاول اوزع يعني ما كلها مكان واحد اظل اخلي الكبة الشكل. بعد ما خليتها بس من الاطراف القدر احرك بهذه الطريقة اغطيها واتركها الى ان ما تستوي عندي الكبة. بعد تقريبا نضجت عندي الكبة طبعا المرقة طلعت ماكو هيجي روعة طلعت ثخينة وكلها يعني اوكي. عندي هنا هسه راح اخذ شوية زيت اخليه بالمقلات. راح اسخن هذا الزيت وبعدين اضيف عليه النعناع الباقي واخليه فوق المرقة اخليه فوق الكبة اللبنية اللي عندي قبل ما اقدمها لانه هي جهزت يعني صارت جاهزة للتقديم. بس راح اسوي هذه الخطوة الاخيرة. هسه بعد ما سخن عندي الزيت راح اخلي له هذا النعناع الباقي واخلطه مع الزيت. وافرغها فوق المرقة. اخلطها واطفي النار واقدمها. اصدقائي هو هذا الشكل النهائي والاخير لكبتنا اللبنية هذه اللي دا تشوفوها امامكم. اتمنى تعجبكم وتجربوها وألف عافية وأترككم بأمان الله إلى أن نلتقي في فيديو آخر. وشكرا جزيلا للمشاهدة.